أزمة جديدة في حياة منى فاروق، ولهذا السبب هددت بالانتحار. حالة من الاكتئاب تعيشها الفنانة الشابة منى فاروق، وذلك على خلفية أزمتها الأخيرة التي تسببت في ابتعاد المخرجين والمنتجين عنها، الأمر الذي دفعها للتهديد بالانتحار. ومن خلال بث مباشر نشرته الفنانة الشابة منى فاروق عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، هددت بالانتحار، وذلك بسبب ابتعاد كل المحيطين بها عنها، قائلة: كل الناس بقت نبزاني وكل أصحابي قطعوا علاقتهم بيا. وأضافت خلال الفيديو: أنا غلطت، لكن ليه محدش قابلني؟ أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ وتابعت: الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن أنتوا لسه. أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، ما قداميش حل غير الموت. وقالت فاروق: أنا لم أستطع العيش بطريقة طبيعية بعد خروجي من السجن، أنا ما كنتش قادرة على النزول للشارع والخروج من بيتي، بل وصل الأمر إني بخاف من النوم بسبب رؤية الكوابيس أثناء نومي. وفي وقت سابق احتفلت منى فاروق في وقت سابق بعيد الحب لعام 2020 في دبي، ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام، وجهت فيه منى فاروق رسالة لمتابعيها: كل سنة وانتم طيبين، كل ليلة حب عيد، كل سنة وانتم الحب، كل سنة وكل حبايبكم معاكم، بحبكم. وتحاول كل من الفنانة منى فاروق وشيما الحاج أن تعيش حياتها بشكل طبيعي، تاركين وراء ظهرهما الأحداث المؤسفة التي تعرض لها، ولعل أحد الظهور لهما كان عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام. ونشرت شيما الحاج صورة أثناء تواجدها في لندن، حيث تقضي هناك إجازة قصيرة، وعلقت على الصور قائلة: أحبك لأني أرى فيك ما بداخلي، أحبك يا مدينة الضباب. بينما كان أحد ظهور للفنانة منى فاروق، حيث نشرت صورة وهي داخل المستشفى، حيث تعرضت إلى وعكة صحية شديدة، مطالبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، ولم تكشف أي تفاصيل عن مرضها. وكانت قد أثرت منى فاروق وشيما الحاج جدلا واسعا في أول ظهور لهما بعد خروجهما من السجن، وتحاول كل منهما أن تعيش حياتها بشكل طبيعي.